عليكم بالتهنئة على نجاح مجلس الأمن اليوم في اعتماد مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، وذلك من خلال قيام السكرتير العام للأمم المتحدة بتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يضطلع بمهام تيسير وتنسيق المساعدات وإنشاء آلية أممية إنسانية تعمل داخل قطاع غزة تحت راية الأمم المتحدة، تحتمي بها الآلية وتعمل تحت إشرافها بهدف التعامل مع الكارثة الإنسانية المروعة التي يتعرض لها سكان القطاع للشهر الثالث على التوالي جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل. وأتقدم بالشكر أيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وبعثتها في الأمم المتحدة للجهود الدؤوبة والمخلصة التي قامت بها في التشاور المكثف مع الدول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الأممية وصولاً لاعتماد هذا القرار وبذل كافة السبل لإنجاحه. جزيل الشكر لكم على جهودكم المقدرة. سيد الرئيس، مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم يبني على مشروع القرار المتكامل السابق الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية ورعته 81 دولة تنفيذاً لمقررات قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية في 11 نوفمبر الماضي بخصوص كسر الحصار الإنساني المفروض على أشقائنا الفلسطينيين في غزة، وصدور هذا القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة وضمان استمرارية ودوام نفاذ المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بحيث لا يترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال والتي لا يمكن عقلاً ولا قانوناً اعتبارها طرفاً محايداً لتقديم الدعم الإنساني.